طيب موضوع مهم جدا برضو كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو بيخص بلدنا، بلدنا كلنا. طبعا انا واحد من الناس الفخورين جدا بالتطور الكبير الكبير الحقيقه اللي بيحصل في الرياضه المصريه، واهتمام الدوله المصريه بكل الرياضات، بكل الرياضات وخصوصا رياضه كره القدم، وكمان بشكل خاص واللي اتكلم عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الكره النسائيه المصريه. ايه اللي حصل يوم الجمعه؟ يوم الجمعه لو سالتك انت مستني ايه كمتابع او كمشجع لكره القدم، مش بس النادي الاهلي، انا بتكلم بشكل عام، هتقول لي انا مستني ماتش القمه اهلي وزمالك. بس على فكره انا عايز اقول لحضراتكم ان في حدث كبير جدا جدا وتسكن في نفس اليوم، خدوا بال حضراتكم من الكلام، اتسكن في نفس اليوم اللي فيه مباراه القمه، وفي نفس وقت المباراه تقريبا، حدث تاريخي لكره القدم الافريقيه، تنظيم واستضافة مصر للنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية. هو بالفعل حدث تاريخي ولأول مرة بيتم، ومصر هي اللي هتنظمه. وبالمناسبة أيضا في فريق مشارك مصري مشارك، هو نادي وادي دجلة، بطل النسخة السابقة من دوري الكرة النسائية. هو مين اللي عامل الموضوع ده؟ اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم هو المستضيف والمنظم لأول نسخة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية. فالمفروض عايز أقول لحضراتكم إن في شخصيتين من أهم الشخصيات في أفريقيا وفي العالم هيحضروا هذا الافتتاح. فاطمة سمورة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأيضا باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي. الشخصيتين دول هيكونوا موجودين في الافتتاح ده، والافتتاح ده اتسكن في نفس وقت مباراة القمة وفي نفس اليوم. ومين اللي مقرر كده؟ اتحاد كرة القدم، لأن هو الجهة المنظمة لهذا الحدث. هل اتحاد كرة القدم ما كانش عارف إن في ماتش أهلي وزمالك يوم الجمعة؟ ولا هو عشان الدوري بقى تبع الرابطة، رابطة الأندية المحترفة هي اللي بتنظمه، وخرج من تحت سيطرة اتحاد كرة القدم، يعني خلاص بقى مش هنعمل حسابنا عليه؟ لو مش عاملين حساب الدوري، اعملوا حساب الحدث اللي احنا هنستضيفه أو اللي مصر بتستضيفه لأول مرة في التاريخ، وهيكتب باسم مصر إن شاء الله، ومحتاجين إن الناس كلها تبقى عارفة ويظهر هذا الحدث على الشاشة، على كل الشاشات. والمفروض باعتبارك الجهة المنظمة يعني، كان المفروض وانت عارف ان هو في نفس وقت ماتش اهلي وزمالك، ان انت تنسق ده مع الاتحاد الافريقي وتخلي الافتتاح يا قبلها بيوم يا بعدها بيوم، ولكن في نفس التوقيت. ما اعرفش، انا من جوايا مش حاسس ان هي صدفه الحقيقه، ويا ريت لو في حد او في مبررات لهذا الامر حد يطلع من اتحاد كره القدم يقول لنا ويوضح لنا. والنهارده بالمناسبه تم توجيه سؤال لوزير الشباب والرياضه في مجلس النواب بسبب اللي بيحصل ده في 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 في, في, في هذا الموضوع تحديدا. انا مش متخيل سايب ايام الاسبوع كلها وجاي يوم الجمعه يوم ماتش اهلي وزمالك وبتعمل افتتاح بطوله دوري ابطال افريقيا في الكره النسائيه. البطوله دي باسم مصر بالمناسبه وتنظيم مصر. ما ينفعش ان يحصل ده، وكان لابد أن يكون هناك حل عاجل لهذا الأمر. وأنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي يعني مليون في المية عارف أن في مباراة أهلي وزمالك، أو في دوري في مصر، بلاش مباراة أهلي وزمالك، أن في دوري في مصر. فأنا من وجهة نظري أن المسؤولية هنا على اتحاد كرة القدم. أتمنى حتى لو أنت مش اللي بتنظم الدوري، حتى لو انت اللي مش بتنظم الدوري، خليها عليك المرة دي، وحتى عشان حتى يظهر هذا الحدث التاريخي والكبير بشكل مناسب في مصر، لأنه في وشك في الآخر، لأنه في وشك في الآخر. أتمنى أن الموضوع ده يطرح خلال اليومين ثلاثة، مش اليومين ثلاثة يعني، لو حد سمعني يقدر يغير معاد يوم الجمعة القادم ده، أتمنى أن ده يحصل.